قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل إن مصر حريصة على المشاركة في فعاليات معرض إكسبو أستانا والمقرر عقده خلال الفترة من 9 يونيو المقبل وحتى 10 سبتمبر المقبل. ويشارك في إكسبو أستانا أكثر من 120 دولة و15 منظمة دولية. وأضاف قبيل أن مركز تحديث الصناعة يتولى تمثيل مصر في هذا المحفل الدولي الهام الذي سيمثل فرصة لعرض الاستثمارات المتاحة في مصر وزيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.